صباح الخير مشاهدينا ومتابعينا الكرام على صفحة تكمل العربية، معكم جوزيف ظهري المحلل التقني ومدرب معتمد في هذه الشركة. مثل ما تعودت بشكل يومي وبالتغطية الصباحية اللي عم نقوم فيها من شركة تكمل، وأبرز محللينا طبعا عم بقوموا بتحاليل الأسواق المالية، وإذا بدكم الرسوم البيانية لمعرفة الاتجاهات المتوقعة أو السيناريوهات المفترضة لبعض العملات الرئيسية والسلع الموجودة عنا على منصة التداول، باستعمال بعض الاستراتيجيات التقنية والتحاليل خليني نقول الفنية، ممكن نحن نعرضهم على الرسوم البيانية لنقدر نحدد الاتجاهات المتوقعة ونجرب انه نستخرج من الاسواق المالية فرص استثمار ممكن انه ندخل فيها في جلسة تداول اليوم. قبل ما طبعا افتتح هذه الجلسة ونفتح رسوم البيانية، بدي أحذركم من المخاطر اللي ممكن تواجهوها في أسواق الفوركس وفي الأسواق المالية، وبتكون تكونوا عندكم خبرة معينة ورغبة في المخاطرة، وبتكون تعرفوا أنه ممكن أن الخسائر تتجاوز رأس المال اللي أودعتوه في الشركة المالية. بشكل روتيني بمر على الأجندة الاقتصادية اليوم ب 15/5/2018، عندي أمور مهمة جدا على الجي بي بي أو على الاسترليني، بريطانيا عند الكليمت كاونت تشينج والانبلويمنت ريت البطاله، وعند الافريج ايرنينج انكلودينج بونس واكسكلودينج بونس. الافريج ايرنينج هو تقريبا الدخل الفردي، يعني قديش تقريبا، ولكن بياخذوه بافريج او بالمعتدل، الرقم المعتدل اللي بياخذوه اللي هي 3 مانث تو يير او 3 اشهر بالسنه تقريبا، بيقسمون على 3 ليطلع لهم هذا الرقم، فبشوفوا اذا تقريبا الدخل الفردي عم بزيد في بريطانيا او عم بقل. بيرجع عندي زيوري فيو اللي هي على المانيا، طبعا تاثيرها بكون مباشره على العمله الاوروبيه الموحده او اليورو دولار، وبيرجع بيلحق الاندستريال برودكشن اللي هي طبعا شيء خاصه بالصناعه والجروس دوميستيك برودكت. فبهذه الحاله طبعا يعني عندي اخبار مهمه، بيجي عندي الانفليشن ريبورت، وبيرجع بيجي ريتيل سيلز على الدولار الامريكي، فعندي اخبار مهمه على الجي بي بي، على الاسترليني دولار، على اليورو دولار، وايضا على الدولار الامريكي. فاليوم عندي اخبار مهمه، انتبهوا من التقلبات والفولاتيليتي تكون مرتفعه بالاسواق الماليه، فبتمنى منكم تعرضوا وقف خساره بشكل دقيق وحساس وعلى مناطق تكون بالفعل مدروسه. لدخولنا بالاسواق الماليه وابتداء بزوج اليورو دولار، بتلاحظوا انه عندنا ارتداد اذا بدكم، وهذه الموجه الانخفاضيه اللي او الموجه الانخفاض اللي عم تحصل على اليورو دولار اللي هي من مستويات ال 119.94، وكنا ابتدينا على اساس نبلش موجه صاعده جديده او موجه تصحيحيه، كنا ابتدينا هلا اذا بدكم بتراجع على زوج الدولار اليورو دولار لمستويات ال 119.12. شو المتوقع هلا على هذا الزوج؟ المتوقع انه نحن نكون قد ارتفعنا بموجه اي اللي هي قد انتهت عن مستويات ال 119.90. الموجة اي فقط سجلت لي تقريبا ارتفاع بحدود ال 100 او 160 بيب، يلي هي كانت كافية انا برأيي كموجة اي. هلا موجة بي عم نخفض فيها، يلي هي ممكن نستهدف اذا بدكم مستويات اوطى، يلي هي مستويات ال 61 او 76.4%. ولكن موجة بي هلا انا اذا بدخل بتفاصيل هذه الموجات، وبتعرفوا انه نحن هون قد يعني انهينا اذا بدكم خمس موجات انخفاض 1 2 3 4 5، هيدي بشكل اذا بدكم دقيق، يعني ممكن ندخل على رسم بيانة نص ساعه ونعرف انه انهينا خمس موجات انخفاض هون. فبهذه الحاله ممكن هلا نشهد ارتفاع بسيط لزوج اليورو دولار، نرجع نستهدف مستويات تقريبا ال 119.50 او 119.60 قبل ما نكفي اتجاه هابط عن جديد لنستهدف مستوى ال 61% او مستوى ال 76.4% قبل ما نكفي موجه سي ونرجع نستهدف مستويات اعلى. فبهذه الحاله طبعا المستويات المنتظره هي مستويات ال 118 60 118 80 على زوج اليورو دولار، اللي هي من خلالها برجع انا برايي يعني باخذ اشاره شراء لنرجع ندخل ب اذا بدكم بمراكز شراء ونعزز مركز الارتفاع لنستهدف مستوى ال 120 70 او 121 كمرحله اولى. طبعا بهيدي الحاله هلا نحن هون عم نسجل موجه اي يعني انهيناها، اللي هي خلينا نسميها بيج اي، هلا عم ننخفض ببيج بي وعم بدنا نرتفع نرجع ببيج سي. فبهذه الحاله طبعا بيج بي هون قد انتهينا من خمس موجات ارتفاع، اللي هي اذا بدكم كانت ليدنج عندي ليدنج دياجونال، او اذا بدكم خمس موجات ارتفاع بكل بساطه كان عندي على شكل مثلث ميل على ارتفاع. فبهذه الحاله هون كنا انهينا ويف اي او سلاش ويف 1
اوكي، فبهذه الحاله ما ممكن نعرف نحددها الا اذا في حال هون بي كانت او ايضا ويف 2 عم نتكلم عليها. فهون اذا كانت موجه رقم 2 او بي هذا الانخفاض، ايضا بدنا ننتهي عن مستويات ال 61% اللي هي عن مستويات ال 118.80. فبهذه الحاله طبعا بعد عندي انخفاض على زوج اليورو دولار، ولكن ممكن هلا نشهد ارتفاع قبل ما نرجع ننخفض بموجه بي لنرجع نستهدف اذا بدكم مركز شراء مع وقف خساره وين؟ اخر قاع سجلناه اللي هو عن مستويات ال 118.20، هذا هو وقف الخساره تبعي، ممنوع يتم اختراق اخر قاع سجلناه اللي هي 118.20 اذا في حال بدنا نستهدف نحن مستويات ال 120 و 121 عن جديد. فهذا هو السيناريو على زوج اليورو دولار بالنسبه لإلي. بالنسبه لإلي نحن هلا بعد عنا انخفاض وممكن نشهد موجه ارتفاع بسيطه قبل ما نكفي اتجاه الهابط لنستهدف مستوى ال 61 او 76.4% فيبوناتشي، يلي هن المستويات اللي طبعا نحن بنضيفهم على فيبوناتشي ريتريسمنت اللي هو 76.4% وال 84.6%. هذه هي الأرقام المنتظرة لزوج اليورو دولار. أما بالنسبة للأسترالي دولار أيضا عم نسجل inverse head and shoulders أو الرأس والكتفين، ولكن inverse بالشكل المعكوس أو المقلوب خلينا نقول، اللي هي طبعا عم تكون من وراء اتجاه هابط واضح. أوكي، سجلنا هون إذا بدكم يعني أول كتف اللي هو كتف اليسار، رجعنا انخفضنا بالرأس اللي هو الهاد، وهلا بدنا نسجل كتف اليمين، ولكن كتف اليمين لازم يكون طبعا اوطى من كتف اليسار. يعني انا برايي المنطقه اللي ممكن نسجلها هي هذه المنطقه، لا يعني نتوقع بعد انخفاض لزوج الاسترالي دولار قبل ما نكفي اتجاه الصاعد. فبهذه الحاله طبعا بنكون سجلنا مستويات الانفرس هيد اند شولدرز، وبكون زوج الاسترالي دولار طبعا كفى الاتجاه الهابط مع زوج اليورو دولار لنرجع نحن نستهدف مستويات ال 75 او 74 50 لنرجع ننبش على سيناريو صاعد ونستهدف مستويات اعلى. فبهذه الحاله طبعا عندي موجه، او اذا بدكم هذا السيناريو سيناريو تصحيحي اللي هو بيعطيني inverse head and shoulders. بكل بساطة ممكن ان نحن نستهدف في مستويات اوطى. فبهيدي الحالة طبعا اذا بدنا نعرف نقاط دخول دقيقة جدا للinverse head and shoulders او للرأس والكتفين، طبعا بدنا نعرف انه right shoulder او الكتف الايمن او الكتف اليمين اللي هو بده يكون عم بيستهدف بفيبوناتشي ريتريسمنت من اخر قاع لاخر قمة مستويات ال 61 او مستويات ال 76.4%. ولكن انا اظن بما انه نحن ال 61% مساقبة بالضبط عند الكتف اللي هو الكتف اليسار، فبهذه الحالة أتوقع أن ننخفض أكثر من هذه المستويات اللي هي أنا أتوقع أن نرجع نستهدف مستويات ال 76.4% أو ال 84.6% اللي هي عند قرب هذه المستويات اللي هي هون. فبهذه الحالة أتوقع أنه زوج الأسترالي دولار رح يرجع يكفي اتجاهه الهابط على المدى القصير ليستهدف مستوى 0.74.50 0.74.37، ونرجع نرتفع عن جديد بموجة صاعدة إلى مستويات 76 و77 عن جديد. فبهذه الحالة نتوقع هلأ أنه إذا في حال اليورو دولار بده يبتدئ اتجاه الهابط، وايضا الاسترالي دولار، وايضا كمان عندي سيناريو سلبي لزوج الاسترليني اللي هو جي بي بي يو اس دي، اللي هي ممكن يكون عم بيسجل عندي الموجه الخامسه والاخيره اللي هي اكسباندينج تراينجل او مثلث اذا بدكم بشكل يعني طبعا expanding يعني بعكس المثلثات اللي عادة منشوفها الending diagonal اللي هي بتكون بهذا الشكل. خليني ارسم لكم اياها. عادة نحن معودين انه من وراء انخفاض معين اوكي منشوف expanding او ending، فبهذه الحالة بيدخل السوق فيها قبل ما يرتفع، ولكن نحن هون عم نشوف expanding يعني من وراء انخفاض عم نشوف على هذا الشكل، فنحن بدنا ننبش على خمس موجات انخفاض قبل ما نبتدي ارتفاع. انا برايي بعد عندي موجه هبوط اخيره لزوج الاسترليني دولار اللي هو ممكن يسجلها عند مستويات ال 134.50، يعني اتوقع بعد 70 او 80 نقطه انخفاض من هون، اما ارجع بنبش على سيناريو صاعد لنرجع نستهدف مستوى ال 138 او 139 اقله على الاسترليني دولار لهذه العمله. طبعا نشهد لارتفاع وممكن تكون تصحيح لهذا الانخفاض الضخم، يعني ما راح نسميها موجه اندفاعيه جديده لنرجع نستهدف اذا بدكم سيناريو صاعد عن جديد، وانما خلينا نسميها تصحيحيه، ولكن هذه الموجه التصحيحيه ممكن نجني منها ارباح جيده جدا لانه عندي ارتفاع اقله 400 او 500 نقطه.
بالنسبه لي الاكسباندنج تراينجل او المثلث اللي عم تشوفوه امامكم عندي سيناريو مغري جدا على انه نرجع نستهدف مراكز شراء ونعزز مراكز البيع الشراء طبعا عن مستويات ال 134 50، يعني انتظروا بعد موجه هبوط اخيره لهذا الزوج. فبهيدي الحاله عم نترقب اذا بدكم او عم نشاهد انه ممكن نشهد انخفاض على اليورو دولار، على الاسترالي دولار، على الاسترليني دولار. فهذا بدل انه ممكن الدولار الامريكي يقوى او الجرين باك يقوى امام معظم العملات الموجوده عندي الرئيسيه او سله من العملات الرئيسيه الموجوده عندي على منصه التداول. هيدا بيدعم نظريه انه الدولار ين ممكن يكفي اتجاهه الصاعد، لانه اصلا عم بفرجيني قوه الدولار ين، وايضا الدولار كندي بما انه انهى الدولار كندي 5 موجات انخفاض، فنتوقع هلا 3 موجات تصحيحيه لنرجع نستهدف فيها 61% من هذا الانخفاض الانخفاض اللي هو عند مستوى 128.95. فبالنسبة لزوج الدولار كاد هلأ نتوقع أنه ممكن يكفي اتجاهه الصاعد، والدولار الأمريكي فرجيني بعد موجة صاعدة وقوة قبل ما نبتدي السيناريو الهابط على الدولار كندي على المدى الطويل. طبعا بما أنه نحن ممكن نكون أنهينا الموجة التصحيحية خليني أقول لزوج الدولار كاد، وموجة الـ 61% ارتفاعي اللي هي 128.90، يعني ارتفاع 90 نقطة من هون، طبعا تعطيني تأكيد على أنه ممكن نكفي اتجاه الهابط ونكون أنهينا الموجة التصحيحية لنبتدي موجة اندفاعية عن جديد مثل ما كنا عم نشهد على زوج الدولار كاد سابقا. فبهيدي الحالة أنا عندي مستويات بعد ما انتهت لزوج الدولار كاد، عندي فيبوناتشي اكسبانشن اللي هي لثلاث موجات تصحيحية خليني أقول ضخمة اللي هي عن مستويات 100%. فهيدا هو الهدف اللي نحن منتظرينه على زوج الدولار كاد اللي هو 115.18 على المدى الوسط للمدى الطويل طبعا، يعني عم بتكلم 1300 نقطة انخفاض لزوج الدولار كاد. ولكن طبعا ترقبوا هلا ارتفاع بسيط لهذا الزوج لمستويات 128.90 قبل ما نكفي اتجاه هابط عن جديد. اما بالنسبه لاسعار الذهب والمعادن، طبعا كنا شاهدنا شوي صغير ارتفاع وكنا سميناها ليدنج دياجونال اللي هي عندي سجلت لي اذا بدكم 5 موجات ارتفاع. خليني افرجيكم اياها زوم ان ونرجع ندخل في بوناتشي من اخر قال اخر كمي. اوكي، كنا استهدفنا اذا بدكم بشكل واضح ليدنج دياجونال عفوا اللي هي عطتني اشاره شراء 1 2 3 4 5، عطتني 5 موجات ارتفاع اللي هي مركز شراء ليدنج دياجونال ويف 1، وعشان انخفضنا ب اي بي سي ويف 2، وعلى اساس انه نحن ابتدينا بويف 3 الموجه الاندفاعيه الاقوى لنرجع نكفي اتجاه صاعد. هلا بالنسبه لي انا عندي سيناريو طبعا اللي هو شوي مستبعد، السيناريو انه نكون نحن هلا قرب مستويات 76.4% اللي هي على مستويات 1359. 1359 بالنسبة لألي هو آخر أمل على أنه السيناريو الصاعد يبتدي إذا بدكم من هذه المستويات، ونرجع نستهدف مستويات 1340 و1370 عن جديد. ولكن انتبهوا 1359 هي آخر أمل لهذا السيناريو الصاعد. إذا في حال تم اختراق هذه المستويات عم نرجع ننبش على 3 موجات تصحية، وعم ننبش على الموجة الخامسة اللي هي ممكن نستهدف فيها بعد مستويات أوطى. بما أنه طبعا إذا بنرجع منعد الموجات موجات الانخفاض نعرف أنه في عندي 1 2 3 4 وممكن يكون عندي 5 لنستهدف فيها مستوى 1290 و1286 قبل ما نرجع ننبش على سيناريو صاعد لنرجع نستهدف مستوى 1390 و1400. يعني طبعا انا السيناريو الصاعد لاسعار الذهب بعدني شايف عندي امل على المدى الوسط للطويل انه نرجع نسجل مستويات مرتفعه جدا، مستوى 1420 لازم نرجع نستهدفها، مستوى 1550 رح نرجع نشوفها على اسعار الذهب، ولكن يا اما من هذه المستويات اللي هي 1309 يا اما بعد عندي موجه اخيره هابطه لمستويات 1290 1286. طبعا بنرجع من هونيك بندرس السيناريو المفترض، اذا في حال اخترق هذه المستويات بيبقى عند ال 1260 كحد اقصى لانخفاض الذهب، وبتكون هيدي 3 موجات تصحيحيه ضخمه عم نقوم فيها على اسعار الذهب اي بي سي مثل ما عم بيصير باسعار اليورو دولار، وبنرجع بنكفي اتجاه الصاعد لنستهدف مستويات اعلى. مثل ما لاحظتوا اليورو دولار ايضا كمان سجل لي هذه المستويات اللي هي هذا السيناريو الهابط، مستويات الاي بي
وعم سجل موجة سي اللي هي الموجة الهابطة، وهلأ عم ننبش على سيناريو صاعد طبعا لليورو دولار، وأنا من مستويات أوطى شوي صغيرة. فبالنسبة لأسعار الذهب ممكن نرجع نسجل هذا السيناريو، ولكن اللي بدي لكم إياه 1309 اللي عم بنبش، أو المضاربين اللي عم بنبشوا على سيناريو إذا بدكم يعني صغير ووقف خسارة قريب جدا، 1359 ممكن ندخل عليها وندخل وقف خسارة على 1305 على سبيل المثال. وإنما إذا في حال بدنا نفكر استثمار على المدى الطويل، بدكم تعرفوا إنه ممكن أسعار الذهب يكون عندها موجة خامسة اللي هي الموجة الأخيرة لمستويات 1296 1286 اللي هي هذه المنطقة أو هذا الرينج، قبل ما ننبش على سيناريو صاعد جديد لنستهدف مستويات 1400 وال 1480. هيدي بالنسبة لأسعار الذهب. طبعا ما رح نتكلم بسيناريو سلبي، اختراق مستوى ال 1260 66 واغلاق تحتها بشكل يومي ترجع تعطيني سيناريو هابط على المدى الطويل، ولكن انا بستبعد هذا السيناريو. بالنسبه لاسعار الاس بي 500 بعدني منتظر، كنت مستويات ال 76.4% اللي هي اعتبرتها موجه رقم اثنين، قربنا كثير عليها بجلسة أمس، قربنا كتير عليها، هي مستويات 2743، سجلنا 2740. يعني أتوقع أن نكون يا أما جبناها ونبتدأ اتجاه هابط من هون، يا أما بعد عندي موجة صغيرة ارتفاع لنسجل 2743، لأنه ما تلمسنا بعد مع مستويات ال 76.4%. يعني كنا منتظرين إنه هالثلاث نقاط إذا بدكم نسجلها أمس، ولكن للأسف ما تلمس السعر معه. فبهي الحالة ممكن يكون عندي بعد موجة صاعدة للاس بي 500 قبل ما نبتدي موجة هبوط عن جديد اللي هي موجة رقم 3 3 اوف سي، ونستهدف مستويات واطية جدا للمؤشرات الأمريكية، وأنا ممكن يكون عندي قد انتهينا عند هذه المستويات طبعا ونبتدأ الانخفاض من هون. هيدي بالنسبة للاس بي 500. ما عندي سيناريو آخر، بدي اشوف ال 2743 شو راح يكون إذا بدكم الرياكشن أو السعر شو راح يتصرف عنده، وبنرجع بننبش على سيناريو هبوط مثل ما تكلمنا عليه، أو بنرجع بنعدل هذا السيناريو المفترض. بالنسبة لأسعار النفط، أتوقع انخفاض بأسعار النفط من هذه المستويات تقريبا، لنكون عم نسجل بعد كا عند الخط الدعم اللي هو موجود عند مستوى 69 80 69 90، بكون عند هيدي ليدنج ويف 1، ممكن نرجع نرتفع فيها ويف 2 ونبتدي موجه هبوط جديده على الويف 3. انا بالنسبه لي اسعار النفط بعد نشيفها ممكن تعطيني اشاره انعكاسيه من هذه المستويات، بما انه انهينا موجه الخامسه اللي هي كانت عندي تقريبا واضحه جدا بنفق ميل على ارتفاع، وعند نقاط مقاومه واضحه عم تتلامس مع خط المقاومه. اما بالنسبه لغير محللين بعضهم عم بشوفوا اسعار النفط ممكن انه ترجع تبتدي، خليني اقول صاعد لتستهدف مستويات اكثر اللي هي مستويات الالف تقريبا المستويات ال 75 او 76. فبهيدي الحاله طبعا يعني بنكون عم نحكي او عم نحلل بطريقه معاكسه. انا بالنسبه لإلي بعدني عم نبش على سيناريو هابط على اسعار النفط، وممكن نستهدف فيها مستويات ال 67 30 67 20 اللي هي عند القاع لمستويات الدعم او خط الدعم. طبعا اذا تم اختراقه بنرجع بننبش على سيناريو سلبي اكثر. انا بالنسبه لإلي على المدى الطويل طبعا عندي ثلاث موجات تصحيح ممكن تكون قد انتهت لاسعار النفط، اللي هي موجه A، موجه B الافقيه، وموجه C اللي قد انتهت عند هذه المستويات. فبالنسبه لإلي انا بعد عم نبش على انخفاض لنرجع نستهدف موجه B على المدى الطويل، او موجه رقم 2 قبل ما نبتدي موجه صاعده قويه على اسعار النفط ونستهدف مستوى ال 90 او ال 100 دولار. هيدا بالنسبه لإلي لاسعار النفط. طبعا يعني بكون مريت على بعض الازواج الرئيسيه مع المعادن والنفط والمؤشرات الامريكيه، بيبقى عندي البيتكوين او العمله الرقميه المشفره اللي هي تقريبا عم تعطيني، او كنا تكلمنا عنها من مستويات ال 6000 6600، كنا تكلمنا انه ممكن نشهد موجه صاعده اللي هي موجه سي ونستهدف مستوى 13000، ولكن طبعا هذا الارتفاع ما راح يكون بشكل اذا بدكم بشكل موجه وحده، وطبعا حيكون عندي موجات ارتفاع وانخفاضات. فممكن يكون عندي هلا هذا الانخفاض اللي سجلناه عند مستويات ال 8000، كون قد انتهينا من موجه التصحيح وثلاث موجات تصحيحيه واضحه، ونبتدي ارتفاع بموجه جديده لنستهدف مستويات تقريبا ال 13000 وال 14000 عن جديد. هيدا بالنسبه لاسعار البيتكوين او العمله الرقميه المشفره.
اليوم بجلسة بعد الظهر اللي هي طبعا رح تكون بالساعة 5 بتوقيت السعودية، رح اشرح لكم سيكولوجية الأسواق المالية وكيفية تأثيرها على نفسية المتداولين، وليش أكترية المتداولين بيغلقوا مراكزهم على خسارة مش على ربح، ولكن بيكونوا شايفين إذا بدكم الربح بسيط قبل ما يقلب يرجع المركز عليهم. طبعا بدي يكون عم بتكلم اليوم بامور مهمه جدا المتداولين والمضاربين بيواجهوها بشكل يومي بالتداول، فاذا بتتابعوني بهيدي الجلسه جلسه بعد الظهر رح تحسنوا طريقه تفكيركم بالاسواق الماليه وطريقه تفكيركم بالاستثمار، ورح اعطيكم نصائح وتبس كيفيه اذا بدكم يعني كيفيه خليني اقول السيطره على مراكزكم وعلى نفسيتكم بالاسواق الماليه. فبقى جلسه بعد الظهر جلسه مهمه جدا رح اكون عم بشرح لكم فيها اذا بدكم خبايا الاسواق الماليه وكيف ممكن انه تستفيدوا من هذه التيبس لترجعوا تحولوا من مراكز خسرانه لمراكز ربحانه. طبعا منه حلم اللي عم بتكلم عنه، ولكن حقيقه انا عندي خبره اكثر من 11 سنه بالاسواق الماليه، واللي قطعت فيه بالنسبه لخسائر وارباح طبعا جنيت خبره قويه جدا، وبقدر انصحكم فيها لاقدر اعطيكم تيبس او نقاط حساسه جدا ممكن تستفيدوا منها في التداول بشكل يومي، اوكي؟ وتبطلوا من الاشخاص اللي هي خليني اقول 95% من المضاربين اللي هن بيخسروا مراكز في الاسواق الماليه، ممكن انا خليكم تصيروا من الاشخاص ال 5% اللي هن بيجنوا ارباح بشكل يومي. انا بتمنى لكم كل التوفيق وان شاء الله بكون نهاركم مثمر، وان شاء الله تكونوا استفدتوا من هذه الجلسه الصباحيه. بشوفكم جلسه بعد الظهر، كان معكم المحلل التقني جوزيف ظهريه، الى اللقاء.